طلع عديدة لك يعني كثير لاقتني الصدف دي. وواحدة من القصائد يعني حصل سبق صرحتها بقصتها انه انا كنت في دار الإذاعة مع اخوان الفنانين في غرفة الموسيقى، وعندما خرجت من الإذاعة من باب الإذاعة خرجت كان مجموعة من الفتيات الدارسات في مدرسة درمان الثانوية تكون؟ لا لا ما هم درمان، قبل المقبل الملك. نعم الملك؟ الملك أيوة مدرسة الملك، وكان البنات طلع مجموعة واحدة كده، لكن في واحدة فيهن شاذة جدا جدا فأجمل ما فيهن يعني طبعا. وشعرت بأنه حتى البنات المعاها بغير منها من جمالها يعني، شعرت بالجمال المكون فيها. وقمت أنا مشن قدامي كده، أنا تأخرت شوية خليتها تمشي قدام وأشوف سلوك البنات معاها كيف إنه هناك، فشفتها كل ما تقف لها وسط اثنين يفك يترتق يعني يفك منها يزحها منها، تقف وسط ثلاثة يزحها منها، أربعة تزحها منها، معناها فسرت إن هذه المسألة غيرة منها. فكتبت كتبت شنو؟ كتبت بسحروك. اسمع منها اسمع منها استاذ بقطار بسحروك يا حلوة لو شافوا العيون، ولا شافوا العيون المقحولة سود في بنات الجيل، بشوف حسنك فريد في قوام زي القوصن وقتين يميد، الجمال الفاتن الفات الحدود، ربنا يغطيه من عين الحسود، والله خايف في مشيتك يسحروك. يا سلام دوني جميلة دوني جميلة اللي خليك. العجيب حتى الحزان منك تغير، شاف ان الجسم اللطيف زي الحرير، والغزال حاسدك عشان فيك الضمير، والهلال من نور جبينك يستعير بسحروك الناس. كثير يعني. طيب استاذ ابو قطاطي لما تكتب القصيده مرات بيجيك صوت مغني معين، يعني بتحس انك كتبت القصيده دي بتصلح لفلان الفلاني ولا بتمشي للفنانين كيف؟ ابدا انا كان زماني كنت صديق جدا جدا، وكان لي صديق ما اختلفنا طول يعني حياتنا انا وياه لغايه ما رحل عن الفانية، الأستاذ الموسيقار الكبير أحمد زاهر عليه رحمة الله. كان يعني رحمة الله عليه يعني بيجي عندي طربيزة كده بقود الأورادي وكراسي وبتاع بقودهم في الطربيزة دي، فأول ما يجي بيفتح بيكسف الكراس ويشوف أنا كتبت شنو جديد فبيشيله بيلحنه. ما اختلفنا أبدا في يوم من الأيام، لكن ما حصل وجهته وقلت له يا أخي القصيدة دي أديها لفلان ولا أقلعها من فلان ولا أحولها لفلان. نعم. فهو مخير فيها الرجل على حسب تلحينه للأغنية، وهو مخير فيها. كثير من الأغنيات اللي لحن لي أحمد زاهر وباختياره هو بديها للفنان.